القارئ والمنشد والمعلق الصوتي أحمد الحامد، نبي نسمع صوتك في قراءة آيات من كتاب الله، ثم إن شاء الله يعني نستمتع أنا المشاهدين والشيخ راشد ببعض مواهبك بعد قليل، وش تسمعنا؟ والجمهور ترى الجواب لازم يكون في التصميم الخاص بالوقف، وقف أم الأوقاف مع جوابكم. تفضل يا شيخ أحمد. سيد فضلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. جزاك الله خير، الله يرفع قدرك. طيب شيخنا، تعليقك على هالآيات اللي